استكملت اداره الاوقاف السنيه جميع الاجراءات المتعلقه ببناء ثلاثه مساجد في منطقه اسكان شرق الحد والتي تقدر ميزانيه بنائها بتسعمائه وثمانين الف دينار بحريني وأكد دكتور راشد الهاجر رئيس مجلس الأوقاف السنية أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة لتطوير بيوت الله في كافة محافظات المملكة يواكب التوسعة العمرانية التي تشهدها البلاد الأمر الذي يحتم وجود المساجد والجوامع في هذه المشاريع الإسكانية لما للمساجد من دور فاعل في تنمية الوعي الديني ونشر قيم التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع وإسهامها الفاعل في تعزيز المواطنة الصالحة